مهك 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 اسمعيني مهك مهك آسف مهك مهك هدول تأخروا. شو يلي أخرون لهلأ يا ترى؟ بالمطعم من عند الصبح، وليش ما هيك كانت عم تبكي؟ شوريا لا ما بدي اياك تعتذر، بترجاك روح، يلا روح. ما هيك اسمعيني بس، دائماً وبكل مرة بحاول فيها سامحك، أنت تعمل شي بتخليني أكرهك. لو سمحت أنا ما عاد بدي أسمع منك أي شي. مهيك رجاءً سامحيني. إيه كانتا مهيك وشوريا كتير مناح. تفضلي احكي مع مهيك. بنتي مرت عمك على التليفون. مهيك بدي تجي انت وشوري على البيت المساء، لسه ما كفيتوا المراسم. مهيك شوفي ليش ساكتة بنتي؟ ايه مرت عمي اكيد رح نجي، يلا احكي مع خالتي. ايه ماشي. ايه كانتا أنا قلت لمرت عمي إنه نحن رح نروح لعندهم مشان نكمل باقي المراسم، بس إذا أنت مانك حابب تروح ما في مشكلة، بتحجج بشي شغلة. ميك أنا رح روح معك لهنيك، بس هذا الشي ما بيعني أبدا إنه أنا قدرت سامحك يا شوريا. نحن عم نعيش هلأ كذبة، وأنا عم كمل فيها بس مشان سعادة عيلتي. أنا بعرف أنت شو عم تفكري، أنا رح غير لك تفكيرك كله. مهيك بالنسبة إلي حبنا لبعض هو أكبر حقيقة.
ابني شوريا، انت لازم تروح تكفي المراسم، جهز حالك بسرعة. لازم ناخذ صورة. خلص بكفي تصوير، بدنا نرحب فيكن ببيتكن. حلو. أيوة. شايفة ما أحلاها؟ يلا ستي. يلا. نيهان، مازال أنت اللي عم تصوري، أنا رح أمسك له إذنه لشوريا وأنت خدي لنا الصورة. يلا خليني أمسك لك إذنك. أخذنا صور كتير، خلاص بكفي، خلونا نفوت. يلا يلا استعجلوا. تفضلوا تفضلوا، الواحد لازم يأكل وهو قاعد بدله القديم. قول لا تفضلوا. أنا ما تفضلوا. يسلم. بتعرفي اني حكيت مع كارونا؟ انتوا رح تضلوا هون اليوم، كلنا بدنا هيك. مرت عمي، نحن ليش بدنا ننام هون؟ بدنا نروح بعد ما نخلص عشاء. ايه ليش؟ في عندكن مشكلة شي؟ ليش انتو اتنين محابين تضلوا هون اليوم؟ لا خالتي، نحن رح نضل اليوم. شو مهيك صح؟ ايه و رح ننبسط كتير. ايه طبعا. لا مرت عمي، ما عندنا مشكلة ابدا، طالما حكيتي مع خالتي كل شي رح يكون تمام. ايه يلا معناتها فوتوا لجوا، يلا حضرنا كتير شغلات مشانكن. يلا طيب خليهم ياكلوا شي بالاول، ما في اي مشكلة. يلا اها بنتي، ليش عم تدوري القنينة؟ نحن ما رح نلعب بهاللعبة أبداً. يا حلوة، كل العالم عم تلعب هاللعبة، هي أحدث لعبة هالأيام، اسمها الصراحة أو التحدي. إذا أشرت القنينة عليك، يا بتجاوبي جواب بصراحة، يا بتعملي المهمة يلي نحن بدنا نقرر شو هي. ماشي، الشخص اللي بتثبت عليه القنينة يا أما بيجاوب على السؤال يا أما بينفذ التحدي، اتفقنا؟ كمان القنينة صارين لعب فيها ألعاب كنا نشرب منها بس. شو هالحكي؟ حلو. شوفي كيف بربت وإجت لعندي. مو مشكلة، تمام. يلا قولوا شو اللي لازم ساوي هلأ؟ ما كتير تفرح عمي،
أنا اخترت لك تحدي غير شكل. أنت ما بتعرف إنه عمك بيحب التحدي. أنت بس قلي شو بدك لساوي. ماشي. هلأ لازم تغازل ماما قدامنا كلياتنا. شو عم تحكي أنت؟ معقول الحكي؟ إيه خلاص ما في مشكلة، أبوكي رح ينفذ اللي طلبتيه فوراً وبدون تردد كمان. يلا مانسي استعدي وجهزي حالك ليحاكيكي حبيب عمرك. مانسي أنا بحبك. صار دورك. يلا شو بدنا نطلب منه؟ جيفان أنا بعرف كل شي عنك من لما كنت صغير. ساوي شغلي وحدي. أنا بدي تغني لي غنية رومانسية لك أنت. غنية؟ ستي لا تساوي فيني هيك. أنا ما بغني حتى لو كنت لحالي، بس أنا بغني بالحمام. إيه أنت لا تقعد تحط لي حجاج. طلبت منك تغني لي غنية. يلا غني. غني. يلا بلش. غني غني لشو غني. يلا غني. طيب. لكن تحمله. يا دلع يا دلع الدلع بالحلو. ظريف صوتك حلو. خالتي هلا صار دورك. شو بده يساوي شوريا؟ تحدي ولا صراحه؟ انت لازم خليه يرقص. بيرقص بطريقه بتضحك. لا لا لا، نحن لازم نساله اسئله كثير غريبه صح؟ شوريا ايه، فيني اسالك سؤال؟ ايه خالتي اكيد فيكي. انت شو بتحس تجاه مهك؟ جاوبني بصراحة. مرت عمي، بس ليش هذا السؤال؟ كيف؟ بس انا سألت سؤال بسيط، في شي غلط؟ هو الجواب كتير بسيط، إنه أنا بحبها لمهيك ولا أكتر من سبب كمان، لأنه هي بتقدر تسامح الكل حتى اللي بيجرحها منه، وكمان أنا بحبها لأنه هي بتقدر تحب الكل. حلو حلو كتير حلو شوريا، انت عطيتني جواب بجنن وانت اكيد الفائز بهاي اللعبة. ماشي يلا اختي، انا اخترت لكم التحدي ولهيك لازم هلا انت وشوريا ترقصوا على غنيه رومانسيه. اوه هذا التحدي حلو. لحظه رح اجيب شغله واجي. يلا استنى. يلا روح على السريع. لحظه شغله. شبك شوريا قاعد هيك؟ يلا تحرك بقى، قوم شوريا قوم
قوم خلصنا. يلا 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 مش هشكون कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे के पैर जमीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल جيب شي لحتى ناكله كتير حلو انت نام على التخت وانا رح نام على الارض لا انا ما رح وافق انا رح نام هون وانت نامي على التخت إنه في حدا برا عم يتسمع علينا حبيبي لو سمحت اترك من إيدك حبيبي أنا كتير مشتاقة لأهلي برا على الباب بترجاك خليني ناديلهم
ايه ناديلهم. ليكي حبيبتي، انا جهزت هاي القعده من شان اهلك يجوا وكرمال انه نجتمع سوا وخلينا نقعد مع بعض ونتسلى كل الليل. شو ايه حبيتي الفكره؟ ايه انا رح روح ناديلهم. ايه ايه يلا روحي ناديلهم، ناطرك. بنتي مرحبا، انت بدك شيء؟ مرت عمي، عمي انا كنت رايحه لحتى ناديلكم انه تجوا، انا رح روح نادي الكل لحتى يجوا. حبيتها مرة. ايه تتذكر لما وقعت جد رميز العسل الطبيعي؟ ايه طبعا ما بتقدر علي كل شي بيقوله. بتعرف انه ما هيك كتير محظوظة لانه شوريا بيكون زوجة. هدول كتير محظوظين لأنه قاعدين مع بعضهم هلأ موفقين. يترى قديش رح بقدر خبي الحقيقة عنكم؟ بدكم ترجعوا تعيدوا لهي الزيارة؟ ايه أكيد يلا، بس وحدة كرمال لازم كرمال. كل يومين والثالث لازم تجوا. طيب سونال فكري بشي خطة لحتى يبقوا عنا اليوم كمان. اسلموا ايديك يا خالتي. انا عندي فكرة. شو هي؟ تعال يلا. امي كانت دائما خلص انا طلبها بلا ما نحكي بشغل. اذا منحن خفيف بجيب لكم. شكرا يا ابني، بالتوفيق. يا حلوة، نتمنى انكم تجيبوا لنا طفل عن قريب ونحن ناطرين مثل هذا الخبر. خليني هلا ودعك. بتعرف اني كتير محظوظ لانه عندي سهر مثلك. صدقني ما هيك؟ انتبهي عليها. يلا موفق. ايه جيفان انت معك حق، الدنيا كانت عم تخطط لنا مزبوط حتى نلتقي بشوريا وفوق يصير سهرنا كمان. أول ما شفته حسيت إنه شخص مو منيح، واحد سيء، بس بعد هالشي هو كسب ثقتنا وكمان خلانا نوافق إنه يتزوج مهيك. نحن وثقنا فيك. مهيك من مبارح عم حاول خبرك بالحقيقة، هديك الحقيقة اللي غيرت لي حياتي للأسوأ ودمرتني. أنا من زمان تسببت بحادث بس ما كان بقصدي، وكان بدي خبرك قبل ما نتزوج بس ما قدرت لأنه أنا خفت من أني أخسرك للأبد وما كنت بعرف كيف ممكن تتصرفي معي. مهيك أنا بدون قصدي تسببت بحادث فظيع كتير من 15 سنة. شوريا هي الورقة اللي معها، شو فيها؟ رسالتي اللي فيها الحقيقة. بس انتي عرفتي بكل شيء قبل ما اعطيك اياها. هي غلطتي انا مهيك ولازم اتعاقب. مرت عمي انا، مرت عمي Oh,
شو عم تعملي انت؟ خلص بكفي. انت هلا رح تنصدم بالشي اللي عمله شوريا من زمان. ليش شوريا شو عامل؟ ها؟ بتخبرن انت؟ ولا انا بخبرن؟ كانتا انت شو عم تحكي؟ انا ما عم بفهم عليكي. شوريا قاتل يا عمي، قاتل، وهو ما انحط بالسجن بس لانه بيكون واحد غني. كانتا فهمينا انت شو اللي عم تقولي. يلا خبرن، خبرن وقلن انت مين قتلت. لا مرت عمي لا. هاد هاد يلي قدامك هو الشخص يلي قتل ميرا وسوشيل بحادث السيارة. وهديك السيارة يلي هربت فورا وقتها شوريا هو يلي كان عم يسوقها صح؟ ونحنا ما عرفنا مين بيكون المتهم، لأنه أبوه دفع للشرطة مبلغ كتير كبير لحتى ينقذ ابنه يلي كان عمره وقتها 14 سنة، ولهذا السبب نحنا ما عرفنا أي شيء عن السيارة، وتسجل الحادث ضد مجهول. لو أنا اليوم ما لقيت هاي الرسالة يلي كان كاتبها لبنتي مهيك ما كنا عرفنا الحقيقة أبداً. ليش ما ضليت مخبي هذا الشيء أكثر؟ ليش تزوجت لمهيك بعد ما عرفت هاي الحقيقة؟ اللي انت قديش كنت ناوي تستغلنا لسه عم تساوي كل هذا الشيء لأنك ما تعاقبت وقتها؟ ولا لأنه بدك شيء من مهيك؟ قول قول. انت ليش تزوجتها لمهيك؟ مشان ما نرفع قضية ضدك؟ مشان هذا السبب؟ ليش عملت هالشيء سيء؟ ليش؟ ليش؟ أنا خسرته لأخي، وأخي مات بسببك أنت، وأنت بجرأة بدك تصير من هاي العيلة؟ لك مو خجلان من حالك؟ جاوبني، احكي لشوف. طلع فيني هون، أنت بتعرف كل حياتي شو العذاب اللي كنت عم عيشه؟ أنا ضليت عم عاقب حالي كل هالسنين لأني ما قدرت أمسك الشخص اللي قتل أخي ومرته بهديك الليلة، وحضرتك ضليت الشخص الغني اللي عايش حياتي مرفه ومو ناقصه شي كل الوقت، بعد ما قتلت أهلي لمهك بكل بشاعة. عمي أنا بعتذر منكم. لا بس اللي عمي فهمان أنت بعد هلأ ما عاد يحقلك اللي عمي لو شو ما صار، ولهذا السبب أنت كنت حابب مهك ولحقها، لك أنت تحولت لشخص سيء. يلا روح من هون، روح قبل ما ارتكف على غريبي. هلا روح لما تفرجي وشك. لو سمحت اتركوه. يا مهك هو اللي قتل اهلك. انا بعرف هذا الشيء. بعرف انه كانت غلطته، وبعرف انه هو اللي قتل اهلي وهرب، وبعرف انه هو المسؤول وهو اللي خلاني اصير يتيمه. انا بعرف كل هذا الشيء. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.